البطوله دي بتعمل زمان سنه 1996 عن طريق مؤسسه الاهرام والاستاذ ابراهيم حجازي، والبطوله دي توقفت في 2006، وانا من ساعه ما ابتديت انا انظم بطولات بعد ما وقفت لعب يعني في 2010 بطوله الجونه، واللي هي بقت واحده من اكبر 7 بطولات في العالم، وبطوله اسكندريه. فكان نفسي ان احنا بقى نرجع البطوله دي، لان كانت حلم اللعيبه الجيل الصغير اللي انتم شايفينه دلوقتي ده الابطال العالم، كان كله بيجي يتفرج على الكابتن احمد براده والابطال دي كلهم زمان. فالحمد لله ان احنا يعني قدرنا انا واتحاد السكواش طبعا نرجع البطوله دي. مبروك لمصر، الحمد لله بنعمل حاجه صغيره. انا احسن حاجه في حياتي النهارده بشوفها الجيل الجديد احسن مننا كتير قوي، وده اللي يهم مصر. وابطالنا هم دول، ابطالنا البنات واولاد، مش مهم مين يكسب، المهم اللي احنا مصريين اللي احنا اللي كسبنا. ده كان حلم لاي واحد، مش قصدي ان احنا اللي يكسب البطوله، بس ان احنا نشارك في بطوله زي دي. احنا كنا اخر مره لعبه كان عندنا 10 سنين، وكان حلمنا ان احنا نخش في ملعب ونضرب كوره واحده. فالحمد لله ان بطوله زي دي اتعملت اخيرا تاني بعد 10 سنين غياب، والحمد لله ان ربنا وفقني وقدرت ان اكسب البطوله دي. يعني كنت باجي اتفرج وانا صغيره جدا يعني، وبتفرج على ناس كتير بتلعب، احمد براده، عمرو شبانه. فعلا طول عمري بحلم ان انا العب في الملعب ده، فمبسوطه جدا ان انا قدرت ان انا اجي العب، ومبسوطه ان انا قدرت افوز كمان. مبسوطه جدا ان انا قدرت اوصل فاينل والعب هنا قدام الناس دي كلها، قدام اهلي واصحابي ومدربيني كلهم. واخترت سكواش عشان اخويا الاول كان بيلعب سكواش، وبعدين بدات معاه، ومن ساعتها يعني وانا كملت سكواش.